ما كناش عولين عليها واللي كنكتشفوا بان كاين لقاء في قطر اللي تصادف مع الوضعيه الوبائيه يعني الصعوبه في السفر خارج المغرب ولا غير ذلك، ومباشره جات الانتخابات. يعني حنا في 3 شهور شفنا كل شيء يدو في الدخول كومون، اشتغلنا ليل نهار، اشتغلنا في صمت، اشتغلنا على جميع الملفات، اشتغلنا على اساسا على الجانب الرياضي وعلى الجانب الشق الرياضي كما كتعرفوا من خلال كفاشل في التزامات اللي كنت مدير خلال الحمله الانتخابيه. كنا التزمنا فيما يخص الشق الرياضي المتعلق بالفريق الاول ان يكون عندنا طاقم تقني اكثر احترافيه وطاقم تقني متخصص، والحمد لله اليوم حنا فخورين بان عندنا طاقم تقني محترف متخصص يضم المدرب، يضم جوج مساعدين ديال المدرب، يضم المدير ديال تحليل البيانات، ويضم بطبيعه الحال الاخوه الاخرين. قمنا في نفس السياق في اطار العمل في اعاده هيكله مرتبطه بالفريق الاول باعاده هيكله الفريق الطبي، خاصة الفريق المشرف على مجموعة العلاج الطبي لكيني. فيما يخص كما التزمنا بذلك خلال البرنامج الانتخابي، كنا عارفين بأن الفريق رغم أن اللاعبين مشكور على ذلك، اللاعبين كيموتوا على الرجاء وكيبغيو الفرقة وكيبذلوا أكثر من المجهودات ديالهم، ولكن عرفنا بأن الفريق غير متوازن ديزيكيليبر، ما يمكنش ان الرجاء تبيع لاعبين بالقيمه ديال سفيان الرحيمي وديال بيما لوكو وما يكونش اغيكي او نيفو دو لاطاك. كما كتشوفوا تعدلنا شويه في بعض اللقاءات، يعني كتشوفوا ان الفريق ما فيهاش مهاجم صريح، ما فيهاش ان سعود، ما فيهاش مهاجم في الصندوق، ما فيهاش اجنحه. دونك كنا عارفين بان هذا سي بخومي تشالنج، رغم ان احنا مباشره بعد ما انتخبنا في بعد شي عام كلشي كان كيطالب بالانتدابات، رغم ان الانتدابات ما بدات حتى 15 يناير وسالت في 31 يناير. دونك مباشره من بعد الجمع العام اشتغلنا على مجموعه من الملفات. اول ملف اللي اشتغلنا عليه الملف ديال بادي بانكا، الملف ديال دارك كابونكو. كون فو سافي ريكروت ان جوار سا سفي با اون جوار، سا اوغي بو اتر فاسيل ان تجي تعيط لواحد لاعب. الانتدابات كتستلزم واحد الوقت كبير، كتستلزم على الاقل انتداب اللي كيكون معقول ويكون بيان ريفليشي، كتستلزم او موان دو ا تخوا. حنا مباشرة كان عندنا اتصالات حتى قبل الجمع العام، ومن بعد الجمع العام كتفنا الاتصالات، والحمد لله يمكننا نكونوا فخورين بالانتدابات اللي كنا. اذا كانت هناك اعاده الهيكله ديال الطاقم التقني، اعاده الهيكله ديال الطاقم الطبي،